السلام عليكم طلابنا الأعزاء، محاضرتنا اليوم عن الهايبرتنشن في الوضعيات الهايبرتنشن ابيديميولوجي ريسك فاكتور بريفنشن اند فارماكولوجيكال تريتمنت. وتشوفون انه قبل اقل من يعني تقريبا اسبوعين كان اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، لان ضغط الدم فد مشكله رئيسيه، يعني حاله صحيه شائعه، حاله مرضيه شائعه، ميجر ريسك فاكتور وورلد وايد. فهدفنا اليوم نتعرف على النون كوميونيكابل ديزيزز اللي هي الامراض غير الانتقاليه، اللي هي مشكله اكبر مشكله تقريبا صحيه حاليا، سبب رئيسي وفيات في عموم العالم. بروجنوز ذا ابيديميولوجي اند امباكت اوف هايبرتنشن، ايدنتيفاي ريسك فاكتور اوف هايبرتنشن، ومين بريفنشن ميثود انكلودينج ذا نون فارماكولوجيكال تريتمنت. عندنا نون كوميونيكابل ديزيز. نون كوميونيكابل ديزيز الامراض غير الانتقاليه او هن الكرونيك ديزيز نفسها، يعني هذا حاليا هي السبب الرئيسي للوفيات في عموم العالم. هي النون كوميونيكابل ديزيز. الدنيا اختلفت، قبل كانت امراض انتقاليه تحولت الى امراض غير انتقاليه. 70% من الوفيات تنتج عن امراض غير انتقاليه في عموم العالم، اغلبها بالدول الفقيره والناميه لو اند ميدل انكم كانتريز. والسبب احنا ما اكثر عندنا في مجتمعاتنا تكون وفيات مبكره، يعني في اعمار اصغر من الاعمار اللي توفون بها بالدول الغربيه، يعني اعمار اللي توفون عندنا جوال 70 سنه، جوال 60 سنه، هناك يعني توفون بها بس اكبر. الاهم اربع امراض هي الاساسيه بهذا، يعني كاردو فاسكولار ديزيز اللي تشمل الهارت اتاك والستروك اللي نسميه الجلطه الدماغيه ستروك، كانسرز، كرونيك ريسبيرتوري ديزيز، اند دايبتس. هذني اربع عندنا الاساسيات، هم شكلنا 70 80% من الوفيات بسبب النون كوميونيكابل ديزيز. لسه تنضاف فيها ممكن الزهايمر وال يعني منتل هيلث، ممكن همات بدات تصعد كنون كوميونيكابل ديزيز ويا الاساسيات. فذني عندنا سبب رئيسي 80% من الوفيات. يعني هن هدف يعني من الاهداف التنميه المستدامه نقلل من السيطره، من ضمنهن الهايبرتنشن حتما كميجر ريسك فاكتور ويا الاذر ريسك فاكتور. شوفوا انتشارها في عموم العالم انتشر، واحنا بالعراق يعني هذني الوفيات بسبب النون كوميونيكابل ديزيز بشوفون يعني العراق بالوسط هنا، لكن من نحسبها بالاعمار اللي تحت السبعين شوفوا الالوان. ذني الدول الافريقيه طبعا هي تكثر بالدول الافريقيه والدول الفقيره، ولا علاقه بالجندر يعني بالريس العفو، اللي تعرفون الهايبرتنشن راح نشوف انه العلاقه البلاك مور برون فور هايبرتنشن. وهذا الالهام ليش لنا الاهتمام دائما بالكوميونيكابل ديزيز او الامراض او من ضمن الهايبرتنشن، لانه هو بريفنتبل. احنا اللي يهمنا دائما انه من اكو شغل نقدر الوقايه موجوده له، فهذا فالشيء كلش هام انه ذني اغلب هاي المشاكل الصحيه نقدر نقللها، ان نوقفها، نقدر ناخرها الى مراحل عمريه متقدمه ونسيطر عليها ونقلل من شدتها. فهاي قلت لكم الصحه اختلفت، المشاكل الصحيه اختلفت من امراض انتقاليه الى امراض غير انتقاليه، اولويات الصحه والى اسباب عديده، تغير انماط الحياه، زياده التلوث. نعم، فالعالم اختلف من امراض انتقاليه الى غير انتقاليه، الاعمار زادت، قله الحركه، تغير انماط الحياه، زياده السمنه، الاكلات الدسمه، الفاست فود، كل هالغذاء غير الصحي، كل هاي الاشياء اضافه للتلوث، كلها سبب هذه الزياده في هذه الامراض والتحول بالعالم. طبعا من ضمنها ايضا تحسن الخدمه الصحيه لقله الامراض الانتقاليه. الكارديوفاسكولار ديزيز هي رقم واحد بالوفيات في عموم العالم من ضمنها العراق، وميجر ريسك فاكتور فور ات از هايبرتنشن. اضافه ايضا احنا مات يعني مدام اليوم العالمي للسموكينج كان قبل 3 ايام ستوب سموكينج داي، فهمات يعني التدخين سبب رئيسي للوفيات، تشوفون يسبب وفيات عديده توباكو. شوف يعني هذني الريسك فاكتور اللي نحكي به، لازم تفكيرنا يتحول من امراض الافضل يتحول الى ريسك فاكتور اذا نشتغل على مستوى مجتمع. فتحول من 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 شوف التباكو يقتل 7 ملايين وفاة، 8 ملايين همات يعني هسه اخر احصائيه، 8 ملايين وفاة سنويا ما حدثناها. 4.1 مليون انوال ديث اتريبيوت تو اكسس سولت، مور ذان هاف اوف 3.3 مليون انوال ديث اتريبيوت تو الكحول، 1.6 مليون اتريبيوت تو انسفشنت فيزيكال اكتيفيتي. فذني يشوفون يعني ذني البريفنس انسفشنس اللي هي ميجر ريسك فاكتور حاليا ويا الاوبستي ويا نون هيلثي دايت. وشوفون احنا دولنا العراق للاسف ضمن يعني بالفيميل والميل ضمن صار ضمن اسوء اربع دول، الدوله الرابعه
بقلة الحركة للأسف. آخر دراسة صدرت 2018 نشرتها يعني خصوصا عند النساء أكثر قلة الحركة من الرجال. فهدف أساسي هو نقلل الـ non-communicable disease، لأنه هذا إحنا integration، يعني أنت ما تقلل مثلا الأوبيسيتي، من تشتغل على السموكينج أنت تقلل الـ MI، تقلل الكارديوفاسكولار CVA، تقلل حتى تأثر على يعني على الكانسر على هواش. بدنا integrated يعني تكاملية برامج أمراض عدة، حتى السكري نفس الوقت هم راح السيطر عليه، وعدة أمراض صح أخرى ومشاكل صحية. فلهذا هي نسميها at around 3/4 of heart disease stroke type 2 would be prevented and 40% of cancer. شوف إذا إحنا قدرنا نفعل هذه الأشياء ونسيطر على هذه العوامل الخطورة، نقدر 3/4 أمراض القلب ومشاكلها والسكري همتينا و 40% من الكنسر نقدر نقللها. الريسك فاكتور احنا عندنا ديزيز، عندنا حتى الهايبرتنشن، ترى الهايبرتنشن يعتبر في كثير احيانا يعتبر هو ريسك فاكتور مو ديزيز، يعني ما حيتوفى، ما يقول توفى بهايبرتنشن، توفى مثلا بنزيف دماغ، توفى بجلطه دماغيه، توفى ب ام اي، المشاكل هي اللي راح تكون هو يسبب عده مشاكل او عده امراض. اني اتريبيوت كاركترايزد اور اكسبوجر an individual that increase the likelihood of developing disease or injury. فهو يزود احتمالية الإصابة بالأمراض. الفاينل راح يكون the natural risk factor for many some example of more. طبعا ذني الأهم من risk factor هنا ذني إذا على حسب قسم الوفيات وحسب على التأثير على الحياة، هنا على تأثير على الحياة ال underweight and unsafe sex, high blood pressure, tobacco and alcohol consumption, unsafe water, sanitation, obesity, raised lipid. ذني طبعا التقسيمات حسب يقسمون لكم اكو على المورتاليتي يطلع الهاي بلد بريشر رقم واحد، والتوباكو ذن ولو هاي قديمه الارقام ماكو فتشي احدث بين التوباكو والهايبرتنشن، يا هو رقم واحد احتمال هايبرتنشن قل هسه التوباكو احتمال صعد عليه. ذني حسب الوفيات بس الداليه اللي هذا حسب انه مش قد تاثر disability adjusted life years، اذا نقيسها بمؤشر ايش قد تاثيرها على الحياه راح نشوف يعني، لأن هنا تصاب بأعمار كبيرة، بينما مثلا الطفل من جيل صغير راح يعيش حياة كاملة بعدة إعاقة أو نقص، فراح مدتها تكون أطول. الأنف سيف سكس وتأثير على الاتش اي في وتأثير على الهيباتيتس وما شابه الكهول، فشوفوا تختلف لأن الميجر ريسك فاكتور وورلد وايد. وآخر إحصائية مطلتها يعني موجودة 2004 ما دا ألقى في الإحصائية أحدث على مستوى العالم. Risk factor impact differs across low middle. طبعا احنا يعني في بلدان اكثر هم عندهم الامكانات الصحيه والوعي وهالمشاكل بدوا يصدوا لها وبدوا تقل النسب في الدول الناميه، في الدول الفقيره والمتوسطه بدت هاي ما تزال هاي المشاكل في تزايد، من ضمنها العراق. احنا اغلب مشاكلنا هذه للاسف low physical activity, obesity, smoking are increasing in rates in our country. للاسف hypertension or raised blood pressure, high blood pressure هو serious medical condition that significantly increase the risk of heart. هو increase the risk factor بالأساس. WHO تعتبره risk factor. Risk of heart, brain, kidney and other disease. As 1.13 billion مليار و 13 مليار و 130 مليون مصاب بالعالم. ب 2015 one in four men and one in fifth woman had hypertension. طبعا هذه أقل من قبل كم سنة، ولأن أكو برامج لتقليل hypertension راح نشوف. يعني قبل باليوم العالمي كان يوم الصحة العالمي ب 2013 كان يقول 1/3 of people of adults كان hypertension. هاي آخر إحصائية طلعتها يعني مات العام الماضي اللي مو WHO. فالحمد لله نسبة hypertension آخر دراسات شافوها أقل مما كانت قبل كم سنة. أكو استراتيجية عالمية لتقليل نسبة الهايبرتنشن كريسك فاكتور ويا الأوبيستي، وأكو شغل عالمي على هالموضوع. Fewer than one in fifth people with hypertension have the problem under control. شوفوا هاي المشكلة الأكبر، من ذولا كلهم خمسهم فقط هو مسيطر على المرض، وأكو قسم أصلا ما يدوم به، ولهذا نسميه silent killer. Majority of people or majority of those hypertensive are not aware of having hypertension. The proportion increase with age from 1 to 10. كل ما يتقدم العمر كل ما احتمالية الإصابة بالهايبرتنشن تزداد وتزداد توب بعد 65 سنة. Highest in low income countries مثل ما قلنا بأفريقيا وأمريكا. In some age group the risk of cardiovascular disease double for each increment of 20 to 10 millimeter age. يعني كل ما يزداد السيستوليك 20 والدايستوليك احتمالية الإصابة بأمراض القلب تضاعف
مع كل زيادة بالضغط للمصابين، خصوصا مع تقدم العمر او في اعمار معينة بالكبار الجزء الاول. سايلنت كيلر، قلنا هذا سمس انه many people do not know they have high blood pressure doesn't always cause infection. حسنت اكثر احيانا مو شرط هذا الصداع بنسبة قليلة يكون، فاغلبهم هم يكونون not aware that انه هم عندهم يعني hypertension، فمو شرط انه يعرفون انه عندهم. فلهذا نسميه silent killer, major sign killer. Hypertension is a major risk factor for coronary heart disease and ischemic as well as hemorrhagic stroke. Blood pressure levels have been shown to be positively and continuously related to the risk for stroke and coronary. مثل ما قلنا ذني أمراض القلب وكلها ذني سبب رئيسي لهن الهايبر. One of the global top. فهذا قلت لكم أكو تارجت عالمي لتقليل الهايبرتنشن بنسبة 25% بدأت من 2010 والهدف 2025. فلهذا الدول خصوصا المتطورة إذا بدأت تشتغل بدأت تقلل نسب الهايبرتنشن. قد يكون هاي لها تأثير أو الدراسات اختلفت بتغير نسبة الهايبرتنشن في عموم العالم. In addition to coronary heart disease and stroke, complication of raised blood pressure include heart failure, peripheral vascular disease, renal impairment, retinal hemorrhage and visual impairment. ذني بعد مشاكل المضاعفات لهذا الهايبرتنشن. Treating systolic blood pressure and diastolic blood pressure until they are less than 140 and over 90. WHO ما تزال تبع blood pressure 140 over 90. الامريكان ممكن اخذوا سيستم جديد، لكن WHO اللي هي معتمده بالنسبه انه ما تزال البلد بريشر المقياس انه الستاندرد اللي تقدر نورمال 140 below 140 over 90. People with high blood pressure that also have high blood sugar طبعا ممكن يكون مالتي يعني مالتي هذا الانتجريتنج يعني عده امراض متعدده يعني كلهم سكر وضغط راح ذولا كلها والدهون وياها راح يصير مشاكل كل على الكلى وكل هاي الاشياء راح تزداد امراض القلب. فممكن يكون يعني أكثر من مرض في آن واحد. ف therefore it is important to that regular check. فنحتاج regular check for blood sugar, blood cholesterol and urine. فحالياً إنه ويا ارتفاع الضغط ونحتاج نشيك باستمرار الشجر والليبيد والكوليسترول وحتى اليورين. بدت يعني أكو استراتيجيات إنه كشف المبكر رحنا مع بدينا نعمل بها بالعراق حالياً عندنا الضغط والسكري بدت دخلت بالبرنامج. All adults 18 سنة فوق should have their blood pressure checked. ما كل واحد يقولك ما عندي ضغط. فكل واحد يجي كل مريض كل مراجع يجي تعد يقولك ما عندي ضغط. لازم تشيك ضغطه. ومن يقول ما عندي ضغط؟ هو هي نوع يقولك قايس ضغطك أنت. يقولك لا ما قايس بس راسي ما يوجعني. هذا مو مقياس. المقياس تقيس ضغطه بصورة صحيحة. It is important to know your numbers. هذا كان شعار مثل يوم الصحة العالمي للعام الماضي. If blood pressure is high, they need the advice of health worker. مثل ما تعرفون هالسنة العالم مخصوص بالكورونا، فكان العام اهتمام بيوم الصحة يوم ارتفاع الضغط العالمي كان أكثر. فكان شعار your numbers قراءاتك إيش قلت. Silent killer, hypertension is silent invisible killer that rarely causes symptoms. للأسف بالعراق إحنا بحيث يجونا أغلبهم يجيب CBA يجينا بالبليدنج يجيب في المراحل متقدمة ما يتشيك أو حتى إذا عنده دينايل وما عندي وراح وما يلتزم بالعلاج وما يتابع. فممكن أنه حتى إذا في حالة إذا تم تشخيصه وقالوا له مرتفع فليجونا دائما بالكمبليكيشن للأسف. فحتى عندنا نسبة CBA عالية بالعراق الـ poor control of hypertension. Many people do not know they have hypertension because it does not always cause symptoms. Increasing public awareness is key as is access to early detection. فالوعي كلش هام. حتى هو إذا ما عنده وعي حتى يجي تشيك هو من الكبار يحتاج هو لازم يجي روتين تشيك ويتشيك ضغطه وأوسع حتى الضغط ممكن بالمنزل يتشيكه. احنا نشوف اكو ناس عنده وعي اكو ناس كثيرة ما عنده هذا الموضوع. Raised blood pressure is a serious warning sign that significant lifestyle change. تحتاج تغير أنماط الحياة. والحل الأساسي بالهايبرتنشن بالنانكوميكابل ديزيز بالكارديوفاسكولار ديزيز هو تغيير أنماط الحياة. وراح نشوف شنو اللي قدام. People need to know why raised blood pressure is dangerous. لازم تعرفوا ونفهم شنو أسباب الخطورة. هذا احنا يعني الصداع بسببنا مشكلة بصراحة. هو كل ما شلون ضغطك زين راسي ما يوجعني. يعني المقياس مالت الشخص العراقي كثير من العراقيين هو انه راسه يوجع او ما يوجع. هذا فالفولس بليف فالاعتقاد غير سليم. يعني نسبة كبيرة من مرضى الضغط نسبة غير قليلة ما عندهم ساين وسمتم. حتى ذول المشخصين ممكن لا في بعض ما عندهم انه امكانيه الوصول لتريتمنت او تريتمنت فاعله
فاحنا عندنا مشكله الكومبلاينس مالت ينقسم، حتى اذا تعطي دواء بس ما ياخذه ما يلتزم بالعلاج، وهاي يعني حتى اذا الدواء متاح لكن هو لا يلتزم بالعلاج. فاكو عندنا انتجريتد، دائما احنا نفكر انتجريتد ان سي دي بروجرام، حاليا الضغط والسكر يعني ممكن ندخل وياها الليبيد قريبا. برايمري هيلث كير ابروتش ار ان افوردبل، مو مكلفه صراحه، مر بالعكس هي كوست افكتيف، يعني انت ربحان قد ما راح تشتغل على امراض تشخصها في مرحله مبكره قد ما راح تكسب ارواح ناس. فانت ربحان ان سستينبل مستمر اواي فور كونتريز تو تاكل هايبرتنشن. فهذه استراتيجيات احنا عندنا مثل ما قلت لكم برنامج الكشف المبكر عن الضغط والسكري بالعراق بدا من سنوات. ريسك فاكتور، شنو الريسك فاكتور فور هايبرتنشن؟ ريسك فاكتور فور هايبرتنشن ار اكو عندنا نقسم نون موديفايبل ريسك فاكتور وموديفايبل ريسك فاكتور. انا حسب دبليو اتش او راح اتكلم لكم، يعني ما ادخل بالتفاصيل لان اكو اسباب ممكن تكون اخرى. فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن، ايج اوفر 65، طبعا هو الايج ان جنرال بتقدم العمر بس هم محددين فوق ال 65 دول عندهم اكثر. كو اكزيستنج ديزيز ساتش از دايابيتس اور كيدني ديزيزز ايضا ذني نون موديفايبل ريسك فاكتور. الموديفايبل ريسك فاكتور واللي هذه نقدر نتحكم بيها واللي احنا نقدر نسيطر عليها واللي هي بريفنتبل، هي ان هيلثي دايت، اكسسيف سولت كونسبشن، هاي ساتشوريتد فات، لو انتيك اوف فود، ذني هنا ذني سبب رئيسي للخطر، عامل خطورة رئيسي للهايبرتنشن. فيزيكال ان اكتيفيتي، كونسبشن اوف تباكو عند الكحول، بينج اوفر ويت اور اوبيس، ذني العوامل الخطورة الأساسية الموديفايبل ريسك فاكتور فور هايبرتنشن. فلازم ذني نتاكل نحاول نشتغل عليهم بالبريفنشن بالسيطرة على هذا المرض، والمفروض نشتغل على مستوى مجتمع. يعني احنا تشوفوا احنا ك public health كيف طب الأسرة والمجتمع، ما نفكر ما نشتغل على مريض مريض، لازم نفكر على مستوى مجتمع شلون نقدر نفكر على مستوى مريض وعلى مستوى مجتمع شلون نقدر نسوي برامج نزيد الرياضة نشجع الغذاء الصحي نوعي الناس على هالموضوع نقلل نسيطر على التدخين والكحول وتعاطيهن وما شابه. فذني هماتينا لازم نهتم احنا على مستوى المجتمع being overweight or obese مثل ما ثاني. هاي كونسبت ماب هاي من WHO ايضا كان في يوم الصحة العالمي، هاي شلون كونسبت ماب للهاي بلد بريشر والكاردو فاسكولار ديزيزز اللي يحبون يشوفوها شوفوا، يعني الاشياء ذني الدايركت واكو الاشياء الاندايركت. الاشياء الاندايركت احنا نشوف الجلوباليزيشن العولمة والتمدن وتغير من البيئة وقلة الحركة حياة المدينة شلون الضغوطات الاقتصادية ممكن التعليم الهاوسينج ذني هم أسباب غير مباشرة تؤدي إلى ذني الهايبرتنشن وأذر نون كوميونيكابل ديزيزز. هنا ذني unhealthy diet tobacco use physical activity harmful use of alcohol كل هذا ذني يسميه social determinants ذني كل الشغلات الاجتماعية والغير بصورة غير مباشرة تأثر على هذه الأمراض. هذا في الكونسبت ما بحبنا شون بعدين تنتج هارت اتاك ستروك هارت فيلر كدني ديزيز كل هاي الاسباب تنتج من هذه الاسباب. هاي خريطة نشوف مين ستوريك بلد بريشر فوق 18 سنة، شوفوا النسب شوفوا يعني العراق يعني من الدول اللي مرتفعة نوعا ما، الدول الافريقية اكثر هم يعني اصلا نيجروز قلت لكم هم مور برون فور هارت، لكن العراق ايضا بالبلدان اللي مستويات الضغط عندهم عالية مؤشرات ارتفاع ضغط الدم بالميل ايضا كذلك. هماتينا تشوف العراق من الدول اللي مستوياتها يعني مو من الدول الاكثر المتوسط بها نسبه الارتفاع prevalence of blood pressure age فوق 18 سنه، هذا بالفيميل. هماتينا نشوف افريقيا دائما هم اعلى دول وبلدان اخرى هنا، يعني شوفوا اغلب دول العالم تعاني، شوفوا اوروبا وامريكا عندهم اقل بعض الدول من غير الدول الافريقيه وروسيا بها هواي. اللي يهمنا بالموضوع انه blood pressure hypertension raised blood pressure are preventable and treatable، مو مكلف علاجه. In some developed countries prevention and treatment of the condition together with other cardiovascular risk factor has brought about a reduction in death from heart disease، قلت الوفيات. يعني اليابان صارت قلت الوفيات بامراض القلب والCVA. برامج ودول غربية عديدة avoiding dietary and behavioral risk factor
is doubly important for those with unmodifiable or hereditary. بعد أكثر يعني أكثر أهميتها هاي اللي عندهم مشاكل واللي عندهم عوامل خطورة ومشاكل وراث عامل وراثي موجود. أهم سبع يعني أو صار يعني التقنيات سبعة من الانترفنشن الرئيسيات حتى نسيطر على الهايبرتنشن. ذني البريفنشن يعتمد على ذني ثمان نقاط: reducing salt intake، نقلل تناول الأملاح أقل من 5 جرام بير داي وأقل قسم حتى من 1.5 جرام بير داي، eating more fruit and vegetable، نزيد أكل الفواكه والخضر، being physically active or regularly، بس تعرفون physical activity مدتها شكد 30 دقيقة 5 أيام بالأسبوع أو 150 دقيقة بالأسبوع، avoiding use of tobacco وتقليل use يعني الكحول reducing alcohol consumption، limiting the intake of food high in saturated fats. بدوا يعني سووا هاي الدايت قسموها مو بس انه الدايت فصلوا لك اياها limiting intake of food with high saturated fat، وس ايضا انضافت الى limiting reducing trans fat in diet، وطبعا لازم maintain healthy body weight ونقلل الاوبيسيتي. هذا فد عامل هام لاني الثمان نقاط الاساسيه key intervention in controlling hypertension. Reducing this factor in the population prevention should not only at personal health، يعني على مستوى الافراد راح يفيد لكن تاثيره قليل راح تنزف. لازم نشتغل على ريسك فاكتور، نشتغل في مرحله مبكره من اعمار مبكره حتى نقدر نقلل النسب على مستوى المجتمع كل على مستوى الاهل، والا احنا راح ننتظرهم يصير بيهم ضغط يلا يجون. اوكي، فنحتاج نشتغل على مستوى المجتمع من مرحله مبكره من الطفوله، نرجع من المتوسطه من الاعداديه من الطفوله، لازم ندي بالهيلثي دايت ونشجع على درس رياضة وممارسة الرياضة ونحارب التدخين اللي دا يزداد للأسف في بلدنا وسدخلت لنا بعد المخدرات ما تلت شوي شوي للأسف تزداد. كلها يعني مشاكل مجتمعية نقدر نشتغل عليها كلها together for target disease and better for major risk. بنحاول نشتغل لازم على الريسك فاكتور، على الأوبسيتي، على السموكينج، على الفيزيكال أكتيفيتي، على healthy diet، non healthy diet موجود نحسن حتى يصير healthy diet، access to good quality medicine which طبعا ايضا لازم دواء في نوعية جيدة good quality هم عامل اساسي توفير الادوية. ولكن تكون تشوفون احنا للاسف نسبة استخدام الادوية والالتزام بالعلاج كلش ضعيفة بالعراق، ومو بس بالعراق، في بلدان عندي قلتكم خمس المصابين هم يادوب عندهم good control. Countries with surveillance، دول الدول اللي عندهم surveillance دول بالأخضر، الأحمر ما عندنا إحنا يعني for risk factor. إحنا شغلنا نشغل عد يعني سبدينا على hypertension بس مثلا ما عندنا على obesity على smoking على الأشياء، ما دخلوا دول بدوا يدخلون برامج على risk factor على physical activity على non healthy diet. إحنا شوي الحمد لله اللي دخلنا ويانا دخلنا بالhypertension والdiabetes، وممكن إن شاء الله شوي شوي يعني نطور عملنا إن شاء الله. دني شوف يعني شلون بعد استراتيجية دني يعني شوفون الاطلاع يعني لكم شوفوا شغلات حلوة يعني تباكو شنو أحسن استراتيجية. excise tasks زود الضرائب وتقل تمنع الإعلان عليهن. health information الإعلانات bans advertising، وإحنا للأسف إعلانات الجكار نوبات موجودة في كثرة في ترتنات بالشوارع وما تزال في بعض الأماكن بعض المحافظات موجودة للأسف. وزعون أكياس نايلون أو ما شابه كلها وسائل للدعاية عن التدخين. harmful alcohol use هما لازم taxes على الكحول وشون يعني الماركتينج مالته يسيطرون عليه. unhealthy diet ثاني انه حتى unhealthy diet يعني احنا نحتاج قاموا يدعمون المطاعم اللي تقدم healthy diet، يشجعون المطاعم اللي تسوي healthy diet، يزيدون الضرائب على المطاعم اللي تسوي fast food. يعني مثلا في بريكسو انه حتى يقللون نسبة السكريات فرضوا على شركات المنتوجات المشروبات الغازية يقللون نسبة السكر، اللي ما يقلل نسبة السكر الضرائب مالته راح تكون أعلى، فجبروهم إنه الشركات اللي تربح قللوا نسبة السكر. يعني أكو استراتيجيات وطنية بالصناعة بالزراعة بالتسويق من كل شيء نشتغل، وعندنا يعني مثلا حتى ندخل على المدارس على الحوانيت وممارسة الرياضة توفير يعني الساحات وتشجيع الأماكن ممارسة الرياضة. فهي كلها تحتاج سياسة وطنية ونهتم نشتغل يعني في مرحلة مبكرة. احنا في يعني بالبدايات ما نزال للأسف متأخرين عن دول حتى المجاورة.
healthy diet promoting healthy life. طبعا الهيلث دايت يعني راح نتكلم به, هو لازم عندكم معلومات تتوسعون تعرفون بالهيلثي دايت بروموتنج هيلثي لايف ستايل وذ بروبر نيوتريشن فور انفانت من الطفوله للكبار. ريدوسينج سولت انتيك, ايتينج 5 سيرفينج اوف فروت اند فيجيتابل, ذن النصائح العامه, ريدوسينج ساتوريتد اند توتال فات انتيك, فيزيكال اكتيفيتي, هذا النشاط البدني وممارسه الرياضه قلت لكم يعني نحتاج يعني يزيد الحركه 30 دقيقه باليوم, 5 ايام بالاسبوع او ما يعادلها, شلون يقسمها وشوفوا شلون تاثيرها. يعني physical activity 30 minutes 5 days مثل ما قلنا, maintain normal body weight, الحفاظ على وزن مثالي, كل 5 كيلو ما تنزل excess weight lost can reduce systolic blood pressure by 2 to 10, تقلل شكد تقلل systolic blood pressure كل 5 كيلوات ينزل الوزن شلون ممكن. فاول طريق, اول شيء, اول نصائح, اول طريقه بالعلاج هي تنزيل الوزن. الكحول, avoiding harmful use of alcohol, limit intake to no more than one standard drink a day, تقلل الكحول. يعني بالنسبه للكحول احنا محرم عندنا, بس هم حتى هناك نشوف يعني على يقللون على الاقل الكميه, وما نقول احنا ما موجود كحول لانه موجود الكحول حتى stopping tobacco use. واحنا لازم نشتغل على ستريس, ستريس هم فد عامل مهم, نقلل ستريس قليل. وشلون نقلل ستريس بالعراق؟ اهم ممكن يعني تحاول بطريقه او باخرى, لازم تشتغل عليها ان شاء الله ستيب باي ستيب. مدي ابروبريت فيزيكال اكسرسايز, طبعا هي رياضه بحد ذاتها, ممارسه الرياضه هي تقلل الستريس والتواصل الاجتماعي وما شابه. سولت ريدكشن, شوفوا استراتيجيات السولت ريدكشن يقللوها. Recommend that adults should consume less than 2 milligrams, 2 grams of sodium or 5 of salt per day. Now, sodium, add that 2 grams, 5 grams per day. Sodium, then you show محتويات, reducing population salt intake require action. أهم ما نحتاج يعني على مستوى يعني على الصناعة, التعلية, على المطاعم, على هواي أشياء تقدر توجهها الدولة, ويعني ما مو بس على مستوى أفراد لازم نشتغل. بوتاسيوم, وشوفوا بدأ يحتزون أيضا الأكلات الغنية بالبوتاسيوم, البوتاسيوم يساعد, وسا بدأ ينتشر عندنا بعض الأملاح اللي بيها بوتاسيوم, الحبوب يعززوها, الفيجتابلز, فروت عزز دائما, كل هاي الأشياء والمكسرات هامة جدا. داش دايت يعني نفس الهيلثي دايت نفس المعنى, اكو داش دايت, الامريكان عندهم الداش دايت يعني هاي بالتسعه بالمصطلح, هو نفس المبادئ اللي تكلمنا بها, بس يعني بعد تشوف انه حسب المعلومات يعني المتحدث اللي راجع مصادر امريكيه راح يحجون بالداش دايت, اللي صار راجع مصادر مثلا اوروبيه او دبليو اتش او راح يشيك بالهيلثي دايت. الداش دايت هي دايتري ابروش تو ستوب هايبرتنشن, وهذا نفس المبادئ تقريبا نفس الاشياء راح نعيدها هنا مات ينفت, وحتى تكونون aware الهادي والهادي اي ما يكون. healthy eating to lower your blood pressure, healthy dash diet is lifelong approach to healthy eating that designed to help treat or prevent high blood pressure. The dash diet encourages you to reduce the sodium in your diet and eat variety of food. Dash diet emphasizes vegetables, fruit and low fat dairy foods and moderate amounts of whole grains, fish, poultry and nuts. Standard dash diet, then هي ما تينا شوف نسبة الملح هناك 2.3 ملغرام صوديوم, ولور صوديوم بعد أيضا يعني 1.5 ملغرام, إحنا قلنا الدبليو شو اثنين يعني بين هذه وهذه. What to eat, تأكل حتى that lots of whole grains, fruit, vegetables, include some fish, لأن أشياء إيجابية لحوم, وهاي التفاصيل نفس المبادئ تكون الجرين هما تينا الحبوب, عز الحبوب اللي عندنا البقوليات وما شابه هولك يعني افضل, ما يشجعون على يعني لازم نقلل نوعا ما لحد حتى يعني طريقه طبخ التمن وما شابه, الخبز الاسمر يشجعوا, الفواكه والخضره ذني يستج يعني بالاساسيات اللو كونسبشن خصوصا عند الشباب. يعني ما اعرف هسه شبابنا يعني الاجيال الحاليه, احنا الاجيال السابقه الاكبر منكم كانت تتناول خضروات وفواكه اكثر من عندكم, إن كنا بعمركم نتكلم. سنشوف إنه أكو التوجهات قليلة للأسف, يعني الشباب والأطفال تناولهم الخضرة والفاكهة, وهذه فد مشكلة يعني صحية أيضا. فالمشتقات الألبان حتى الألبان يعني شوف إنه الشباب والمراهقين يشربون مشروبات غازية أكثر من الحليب, هذه ما تفد مؤشر
سلبي، اللحوم، المكسرات، نوع الدهون نستخدمها، الحلويات نحتاج نقللها يعني شوف 5-7 محسوبة كل شيء بالنظام، إيش قد ما تقلل الحلويات كل ما أفضل، خصوصا يعني حتى تحافظ على الصحة. Early detection، أنا برنامج الكشف المبكر عن الضغط، Early detection treatment and self care، هذا في الشيء أساسي. فعندنا الكشف، طبعا الكشف المبكر هو مرحلة الكشف، تذكرونها قلناكم prevention بثلاث مستويات، المستوى الأول نمنع المرض، المستوى الثاني نكتشف في مرحلة مبكرة، المستوى الثالث نقلل المضاعفات. فهنا أنا أيضا ممكن هماتي أنا Early detection is part of prevention، الكشف المبكر، وعندنا قلت لكم برنامج كشف مبكر دخل بالعراق وبدأ يزداد يعني إنجاز الكفر مالته يوم بعد يوم إن شاء الله. All should check their blood pressure and know their blood pressure levels. Individuals who already have hypertension can actively participate in managing their condition. يعني شو يسوي اللي عنده ضغط، شو يسوي هما في حرق أسن. أول خطوة بالها هو lifestyle modification مثل ما تذكرون بالكيس. أول step هي lifestyle modification ولازم يلتزم بيها. شلون يلعب رياضة، شنو يأكل، شنو ما يأكل، شلون يسيطر على وزنه، يبتعد عن التدخين، ويمارس الأشياء الغذائية اللي ذكرناها إذا هو مصاب، لأن هذا جزء أساسي من العلاج. أول خطوة بالعلاج. Monitor blood pressure at home if feasible. Checking blood. طبعا هذا يعني monitor blood pressure إن شلونكم يجوز على على ال white coat phenomena، يعني يفضلون أحيانا قسم white coat phenomena سامعين بي أو لا شرحكم نوات منين يجي الطبيب يصعب ضغطه، يعني هو فد مثل نوع من الفوبيا والخوف، فيفضلون إنه يقيسه في المنزل. check blood sugar blood cholesterol and urine albumin، then يحتاج يشيكهن. knowing how to assess cardiovascular risk، أيضا هما تكو risk assessment tools خاصة للكارديو، إنه شنو عندك مثلاً وزن، وزن أشقد، كأذن الأسسمنت تول، عدة فاميلي هيستوري، يدخن ما يدخن، يشرب كحول ما يشرب كحول، راح تعطيه فد ريسك إنه أنت مايلد ريسك، مودريت نو ريسك، مايلد مودريت، حسب فد أكو فد كويشنير خاصة تصير لهذا الموضوع. مانجمنت أوف هايبرتنشن، مانجمنت مالت هايبرتنشن الأساسيات قلنا قبل العلاج ريدوسينج المنتال ستريس، يعني إذا يحطوها دايش ولا يركزون عليها. أنا حطيتها لأنه هنا يعني شلون تهدي الأمور، لأنه ستريس يأثر. regular checking blood pressure يعني ستريس كده إنه هي أشياء ناس تشال تتجاوب. أنا حتى ننصحهم إنه شلون يعني حتى ممكن ما يعني قلل متابعة الأخبار والأشياء اللي تقلق باله. social تكافل، يعني إحنا طبعا العراق إحنا نقول بس أكو أشياء إيجابية، يعني إحنا العلاقات الاجتماعية والعائلية هاي هما فينا نساعد بها إيجابيات. regularly check blood pressure لازم بين فترة وفترة تشيك، يعتمد على انه ما عدا اعراض. treating high blood pressure بياخذ العلاج. managing other conditions اذا عدا اي مشاكل سكر، سمنة، دهون هم لازم تتعالج، smoking وما شابه. ولازم ياخذ medication بصورة صح. للأسف احنا compliance في عموم العالم ضعيف، واحنا هماتينا عندنا ضعيف للأسف. سوينا عندنا دراستين، واحدة سويناها في بابل ب 2015 في مستشفى مرجان، هم كانت نسبة 23%، وفي كربلاء كانت النسبة 28% في مستشفى الحسيني ب 2018. ولكن هذول عند المرضى المراجعين بالمستشفى، عند هذول مرضى ومشخصين يجون بالمستشفى، نشوف الكومبلاينس باتهم ضعيفة، كيف اللي ما متشفيهم؟ فأكيد اللي ذا نروح للمجتمع بالنسبة أقل من ذلك بكثير، لأن هذا يهتم وده يراجع، وهكذا هو ضغط العد اللي ما يراجع شلون. In nearly high-income countries, widespread treatment with diagnosis at أفضل with يعني with low-cost medication have led to significant drop. استراتيجيات تبعوها قلت إصابة أمراض القلب، قلت المشاكل ارتفاع ضغط الدم، قلت CVA as well as the average blood pressure across population, and this had contributed to reduction of the from heart disease, for example, prevalence rate blood pressure. of America American region نزل من 18% الى من كان 31% نزل الى 18% يعني من 80. من اكو استراتيجيه شوف شلون نزل في دول، واحنا في دول دا يصعد، اكو دول دا يقل، يعني فاي اهميه النظام الصحي والبرامج الصحيه الفاعله اللي تشتغل على ريسك فاكتور، تشتغل على توعيه الناس. بالعكس باللون كم كانتريز نشوف النسب ازدادت، بالافريكان ريجن ازدادت، وعدد الدول ازدادت.
many people with high blood pressure in developing countries are not aware. هاي المشكلة قلنا لك يعني هذا نسمي مثلا detection. بنحتاج detection, treatment and control. هي قلنا هاي أساسية. بالعراق, بالعراق الاير ديتكشن بدا البرنامج تقريبا في 2011 او قبل, ما تسب الضبط صار له سنوات بدينا به وشوي شوي يعني تطور. ضغط وسكر, اي واحد فوق 18 سنه لازم يجي بنقيس ضغطه. اذا ضغطه طبيعي نقول له تيجي بعد يعني ما عنده ريسك فاكتور. اذا عنده ريسك فاكتور كل سنه يجي, اذا ما عنده ريسك فاكتور نقول له 3 سنوات. ويعني يعني هو كل زياره بالضغط صح يعني كل يعني هو زياره مو يعني هو زياره كل كم شهر, كل كم شهر يجي. فلازم تشيك ضغطه دائما باستمرار بك يعني. واذا عنده ريسك فاكتور بعد اكثر سكرينينج فانكشن نشوف الايج, سيجارتس اذا يدخن ما يدخن, اوفر ويت, اوبستي, فيزيكال اكتيفيتي, ديسليبيديميا, دايابيتس, رينال ديزيز. طبعا يعني احنا مو كل هسه موجوده ديسليبيديميا, بس يعني ممكن انه اذا عنده ريسك فاكتور ممكن تزت انفستيجيشن, او حسب العمر يعني اللي تبدي ممكن تبدي بعد الأربعين او اشياء. الهايبرتنشن يبدي من 18 سنه. شوفوا اليابان طبقت في البرنامج, بس هذا المثال حتى نختم. اليابان طبقت برنامج من الستينات بلشوا بيه بالسبعينات حتى على اللي يقللون يعني يسيطرون على الريدكشن ان ريت بلاد بريشر, واشتغلوا قللوا ريسك نمبر اوف ستروك هاز فولن باي مور ذان 85% في سنوات. يعني من التطبيق ايش قد نسبه السيربرو باسكولار اكسيدنت وتقدم معدل الاعمار بيلدينج يعني. فهذا ساعد انه يعني انه يحسن الحياه باليابان. وهاي كمثال على دوله يعني حققت الانجازات هاي يعني بالدبليو اتش او كان اكو اهتمام يعني كيف اكزامبل. فما حبيت اطرحه. اكو دول اخرى ايضا مو بس اليابان. وشكرا جزيلا لكم, ان شاء الله تكونون تستفادون. اكيد المحاضره هي هامه, وتمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله.